بعد اتهام الحكومة البلغارية لحزب الله بالوقوف وراء تفجير بورغاس الذي استهدف سياحا اسرائيليين في تموز الماضي، وبعد الرد الرسمي اللبناني الذي اصدره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كان حزب الله يغرد في مكان اخر مشيرا الى ان اسرائيل تقود حملة ترهيب دولية ضده لانها فشلت في العدوان والتحريض عليه، من خلال ما قاله نائب رئيس الحزب نعيم قاسم. موقف حزب الله بدا وكأنه يهرب إلى الأمام غير آبه بمصلحة اللبنانيين وغير مدرك أنه يغرق لبنان بمسؤوليات وتبعات بغاية السلبية على كل الأصعدة. اللي انعمل بالخليج واللي انعمل بعدد من الدول العربية واللي عمال هلأ بينعمل تجاه أوروبا، إنه هذا الشعب اللبناني لا يعني شيء، لا يشكل أي معيار بالنسبة لقوة أمر الواقع. هل هاي قوة أمر الواقع مطمئنة إنه هي قادرة بمكان السلطة لا تستطيع أن تنال منها؟ خيصار اللبناني كائن مشبوه لمصلحة مين؟ هذه مصلحة التحرير؟ نحن معنيين هلا بملاحقة اليهود بالعالم؟ طيب هذا عم بيقوم بهالدور الجهنمي، فاهم حلو شو بيعمل؟ هي ايه، انا ما استقاط الحكومة طب او اجبار حزب الله الخضوع لمعيار الدولة اللبنانية. هذا في الشأن السياسي، اما في القانون فان تصنيف حزب الله كمنظمة ارهابية سيحرج الدولة اللبنانية. هناك اليوم وبعد 2001 نظام ملزم دوليا لمكافحة الارهاب، وهذا يسبب حرجا للدولة اللبنانية لأن يمكن أن يصنف أنه تنظيم إرهابي. يعني لبنان يجب أن يتخذ إجراءات وفقا لهذا النظام العالمي المستند إلى القرارات الدولية. الأمر الثاني أن لبنان يجب أن يوضح للاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ أي إجراء أي قرار بهذا المعنى أنه غير مسؤول عن نشاط التنظيمات السياسية ولا الأفراد خارج الإقليم اللبناني، وبالتالي يجب أن لا يحمل أي مسؤولية بهذا الصدد. يبدو أن حزب الله يأخذ البلاد إلى المجهول ويجبر اللبنانيين على دفع أثمان عملياته الممتدة من مصر مرورا بالخليج وصولا إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية.